نبدأ المحاضرة، سامعيني؟ تفضل يا دكتور، صلى 10 دقايق. أيوة تفضل. المفروض احنا معاك يا دكتور، تفضل. وصلنا وصلنا وين آخر محاضرة؟ وصلنا الثيرمال. أعتقد وصلنا هنا. طيب، تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن تقسيمات الأطوال الموجية المستخدمة في ال دكتور، وصلنا لعند الخواص الطيفية. تمام، وصلنا عند التقسيمات الاستشعار عن بعد استنادا إلى الخواص الطيفية أو يسمى electromagnetic waves. وقلنا تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية، وهي الأوبتيكال ريموت سينسينج، وهي الأطياف الموجودة في الضوء الطيف المرئي من البلو للريد، ويضاف إليها النير انفراريد. هذه كلها تحت ما يسمى بالأوبتيكال، بالأوبتيكال ريموت سينسينج. النوع الثاني اللي حكينا عليه هو عبارة عن الثيرمال. ثيرمال ريموت سينسينج، والثيرمال هو المقصود بها الأطياف الموجية اللي بتغطي طول موجي ما بين 1 تقريبا 1 اللي هو 1000 نانومتر وحتى 14000 نانومتر. هنتكلم عنهم بشرح في المستقبل. الثيرمال ريموت سينسينج يشمل، حكينا، الأشعة المنبعثة. الأشعة، لاحظ هنا، ملوش علاقة بالأشعة الساقطة، وإله علاقة بالأشعة المنبعثة من الأسطح، وسميناها إيش؟ الإميتد راديشن. الإميتد راديشن أو الطاقة المنبعثة، هذه في الطول الموجي الثيرمال. يبقى هذا التقسيم الثاني. في تقسيم الميكروويف، وهي بالذات في الباسيف، هنا في الاكتيف، ريموت سينسينج. نسينا نعمل تسجيل، على فكرة شغل تسجيل. اوكي شغال، تمام. اللي هو الميكروويف يندرج ضمن نظام الاكتيف ريموت سينسينج، وبيستخدم طول موجي بالميكروويف. يعني هنا 10^2 من المتر، يعني قديش؟ يعني حوالي 10 سنتي، من 1 سنتي الى 10 سنتي، عبارة عن اطوال موجية في الميكروويف. حكينا في المحاضرة اللي فاتت، أعتقد وصلنا، حكينا عن موضوع الثيرمال، وقلنا إنه جميع الأجسام التي حرارتها أعلى من 0 كلفن اللي هو -273 تطلق حرارة، وبالتالي يمكن استشعار هذه الحرارة وقياسها. الميكروويف حكينا عليه، اللي هو في أطوال موجية ما فوق 10^2 ملليمتر. و قلنا ما يميز التصوير بالرادار، زي الرادار، ما يميز التصوير ان الرادار هو يرسل سيجنال ويستقبل سيجنال منعكسة، وبالتالي هنا بيعمل في الليل
والنهار at night and at day time. وكمان بيغطي all places and all weathers, بيشتغل في جميع المناخات وفي جميع المناطق, سواء نعم. مناطق قطبية, مناطق بحار. يعني من خلال الرادار يمكن قياس سرعة الأمواج وسرعة التيارات البحرية, وبالتالي هو بيعمل في جميع المناطق مش فقط فوق اليابسة, فوق اليابسة وفوق القطب وفوق الغابات, فوق أي مكان. ولكنه مكلف, high cost of sensing, وكمان الانتربريتيشن تبعه, التفسيرات تبعاته شوية معقدة. نيجي على تقسيم الريموت سينسينج. هنا RS ريموت سينسينج based on the spectral characteristics الأطياف الموجية الطيفية أو خصائص الطيفية. خلينا نقول خصائص الطيفية زي ما حكينا المحاضرة اللي فاتت, كما تكلمنا عن هذا الموضوع, تكلمنا تنقسم إلى ثلاث أنواع. إما بانكروماتيك, بانكروماتيك بمعنى طول موجي, نشوف صورة هنا عشان نقربها الأذهان. بانكروماتيك بمعنى أنه طول موجي واسع. طلعوا معي هنا مكتوب باند واحد, الطول الموجي من 522 نانومتر إلى 900 نانومتر, من 500 نانومتر هنا بالمايكروميتر إلى 900 نانومتر. كل هذه عبارة عن صورة واحدة. يبقى هو هنا لا تستطيع التمييز بين الأخضر والأزرق والأحمر وحتى النير انفراريد. هاي عبارة عن average لمجموع الأطوال, وبالتالي فيش خصائص طيفية هنا, فيش خصائص طيفية. بمعنى لو سألتك أنا, لو عندك صورة ملتقطة أو مصورة بالبانكروماتيك, هاي بانكروماتيك, لا أستطيع أني أميز بين ردة فعل المية وردة فعل التربة وردة فعل الشجر, لأنهم تقريبا الصورة اللي عندي بتكون خليط أو متوسط القيم المنعكسة من الأطوال الموجية المختلفة. وبالتالي البانكروماتيك هنا لا يستفاد منها في دراسة الخواص الطيفية, غير مفيدة في دراسة السبكترال كاركترستيكس للمادة, ولكن بتكون في الغالب. طب ليش توضع؟ توضع لأنه بيكون فيها معنيين بالوضوح المكاني. لاحظ الدقة تبعتها 15 متر, بينما الأزرق هنا البلو 30 متر, الجرين 30 متر, الريد 30 متر. يعني هنا الوضوح المكاني حنتكلم عليه الآن أكثر دقة. وهذا طبعا كل أغلب الأقمار الصناعية, سواء العاملة في الطبيعة أو تصوير الطبيعة أو غيره, بيكون فيها قناة بانكروماتيك, بس بالنسبة لنا مش مفيدة في دراسة الأطياف. النوع الثاني ما يعرف بالمالتي سبكترال. مالتي شو يعني؟ مالتي عديد. بالضبط, مالتي سبكترال ريموت سينسينج, بمعنى انه التصوير بيتم من خلال كاميرات. الكاميرا عشان نفهم الموضوع, كاميرا بتكون هيك, او السنسور يحتوي على مجموعة من العدسات. كل واحدة من هذول, هذه مثلا بتصور فقط تسمح للضوء المنعكس في البلو فقط بالمرور, فلتر يعني, كل واحدة منهم فلتر تسمح بمرور طول موجي واحد. هنا بلو وهنا جرين وهنا ريد وهنا نير انفراريد وهنا هنا ثيرمال مثلا وهنا لونج انفراريد. وبالتالي كل عدسة في السنسور بتقيس بطول موجي واحد, عشان هيك بنسميه مالتي سبكترال. هاي في عندي هنا عباره عن قد ايش, 3 في 3 عندي 9 سبكترال. بمعنى القمر الصناعي هذا حياخذ صوره واحده, كل عدسه حتاخذ صوره بطول موجي مختلف,
وبالتالي كأني قسمت الأشعة منعكسة إلى أطوال موجية عشان أفهم ردة فعل كل نوع من الأطوال الموجية كيف بيتفاعل مع الطبيعة. نشوف هنا مثال، لاحظ زي ما شايفين هنا عندي قمر صناعي اسمه لانسات، ولانسات عنده تو سنسورز. فاكرين لما حكينا في بلاتفورم، البلاتفورم هي اللانسات هنا، والسنسور في عندي سنسورين، واحد اسمه تي ام والسنسور الثاني اسمه اي تي ام. وكل سنسور المقصود به مجموعة من الكاميرات، السنسور الواحد هو كاميرات متعددة. بنلاحظ شوف في عندنا مثلا، بنلاحظ عندنا باند واحد وقلنا عنها بانكروماتيك، بعدين باند اثنين بيصور فقط في الطول الموجي الأزرق، ولاحظ انه من 450 الى 520. الطول الموجي اللي بعديه بيبدا من وين؟ من 520 ل 600، اللي بعديه هنا بدا من 630. بياخذش يعني مش شرط ياخذ يعني من مكان ما ينتهي، وهذا لسبب حنحكيه لاحقا. يبقى هنا كم باند؟ 1 2 3 4 8 باند، هذا مسمى مالتي سبيكترال سنسور، يعني او تصوير متعدد الاضياف. طيب النوع الثالث اللي هو ما يعرف بالهايبر سبيكترال، هايبر سبيكترال. شو الهايبر سبيكترال؟ هايبر سبيكترال، هايبر سبيكترال معناه انه فوق العاده، يعني عنده لما بقول لك عنده هايبر اكتيفيتي. شو يعني هايبر اكتيفيتي؟ نشاط عالي. نشاط عالي. هنا عندي تقسيمات طيفيه عاليه، بمعنى انه طلعوا هنا شايفين الباند البرود باند، لاحظ هاي كلها عبارة عن صورة واحدة، باند واحد وهاي باند اثنين، لكن يمكن تقسيم باند واحد إلى زي ما شايفين أزرق أخضر أحمر ونير انفراريد، وبالتالي هاي بنسميها مالتي سبيكترال، يعني عملنا هنا تقسيم أكثر. طيب ممكن لهاي كمان نقسمها بحيث انه الازرق نفسه يكون 1 2 3 4 5 قنوات، وخمس قنوات اخضر، وخمس قنوات احمر، وخمس قنوات نير انفراريد. وبالتالي مين اللي بتغير هنا؟ الدقة. بتغير مين؟ الدقة في التمييز الالوان. الدقة طول الموجي. يعني اذا كان هذا الطول الموجي واحد متر، خلينا نفترض فإنه هذا كل واحدة فيهم 20 سنتي، هنا كل طول موجي بيسمى الباند ويدث، الباند ويدث، الباند ويدث، المسافة هذه كويس. فهنا صارت مثلا 5 سنتي، في حاجة يسموها ألترا سبيكترال اللي هي اكثر، وبالتالي هي بتقسم الماده لسنتيات، يعني بصير هذا الى 10 كمان، وبالتالي بصير في 5 سنتي. تمام. يبقى الآن أصبح مفهوم الهايبر سبيكترال مفهومه أنه عبارة عن استخدام أطياف موجية في بسموه عرض القناة أو الباندويث ضيق. طبعا تعال أديكم مثال عشان بس نفهم القصة هاي. إذا أنا في عندي مثلا هذا عبارة عن
السبكترال سيجنتشر الطيف من هنا من 400 هنا 450 هنا 500 وهنا 600 نانومتر نانومتر. وقلنا هذه عبارة عن ردة فعل مثلا الصويل التربة. يبقى بدي أقول اللي درس فيكم كيمياء تحليلية ودرس على اليو في سبكترال يو في هاي عبارة عن البيك صح؟ طيب الآن وقتش بقدر أشوفها إذا كان عندي طول موجي بغطي فقط المنطقة هذه، لكن إذا كان عندي طول موجي بغطي كامل المنطقة فإنه راح يأخذ ردة الفعل هذه زائد هذه زائد هذه، وبالتالي راح يعطيني كيرف هيك عامل، لأنه هيعمل هنا نورماليزيشن، راح يعمل كمان افريجينج، وبالتالي مش حقدر أشوف أنا البيك الموجود بسبب السويل. وبالتالي في هاي الحالة أنا ما شفتش، كأنه حقول أنا الله أنا ما فيش صويل، مع أنه فيه ما شفتوش، لأن الطول الموجي اللي استخدمته عريض واستخدم ردة فعل أو قاس ردة فعل لأطوال موجية مختلفة، وبالتالي عملهم دمج، وبالتالي ما شفتش أنا أنه في رمل. لكن لو استخدمت أنا قناة متعددة مالتي سبكترال، قناة هنا وقناة هنا وقناة هنا وقناة هنا، فحقدر أشوف إن هذول فيش فيهم ردة فعل، وحقدر أشوف إن هذا فيه ردة فعل، هذا مثلا قيمته 5 وهذول قيمتهم 0، يبقى بقول في صويل. فهمتوا ليش مهم إن يكون في عنا مالتي سبكترال؟ بالنسبة للهايبر سبكترال شوية بيكون متعب، لأنه بديني معلومات زيادة عن اللزوم، مما يدخلني في أشياء قد تؤدي إلى خطأ في الحسابات أو خطأ في القياسات، لأنه مثلا بيأخذ ردات فعل أجزاء من الكل، وبالتالي يعني بصير تفاصيل زيادة عن اللزوم، وبالتالي مش كثير محبب، وحجم البيانات بيكون كبير جدا. إحنا بنشتغل في الغالب على المالتي سبكترال، 90% من الشغل على المالتي سبكترال. طيب بالنسبة للسنسور احنا حكينا في المحاضرة الأولى، قلنا السنسور عبارة عن device that receives electromagnetic radiation and convert it into a signal that can be recorded and displayed as either numeric data or image. يبقى السنسور هو عبارة عن جهاز زي ما حكينا يستطيع أن يحول الطاقة الكهرومغناطيسية اللي هي الضوء أو أطوال مختلفة من الضوء إلى يحولها إلى سيجنال. السيجنال هاي قد تكون رقم أو قد تكون معلومة أخرى، صورة أخرى أو إشارة كهربائية أو أي شيء. من أنواع الأكتيف زي ما قلنا ريموت سينزينج، الرادار، السونار، الليدار والليزر، هذول كلهم من أشكال أكتيف. أما الباسيف فهو عندي أشكال كثيرة جدا، وهي جميع الكاميرات الضوئية الأوبتيكال كاميرا والسكانرات، هي من نفس موضوع الباسيف سنسورز. بدنا نيجي على حاجة مهمة وهي الساتلايت جيومتري، الستلايت موقع القمر الصناعي بالنسبة للكون للأرض أو للمنطقة اللي بصورها. في عنا قمر صناعي بلاتفورم، وفي عنا شمس الصن. دكتور تفضلي. سامع تفضلي.
ألو سمعين؟ آه معك دكتور. مين بيحكي؟ تفضل، في حدا سأل حكى إشي؟ في حدا في حدا بده يعلق؟ لا كمل يا دكتور. أنا سمعت حدا حكى يا دكتور وسكت. طيب يمكن النت عندها علق. دكتور أنوار؟ لا مش أنوار. أيوة يا أنوار، أنوار باشا. لا مش أنا اللي سألت يا دكتور. طيب هامية. في حدا بيحكي دكتور وبطلع. يمكن رنيم النت عندها شكله بيقطع. رنيم؟ اه شكله، لانه فيش غيرها. بس شكله عندها النت بيقطع لانه صوتها حتى. طيب ما فيش مشكلة، اوكي. نركز في الموضوع هذا، مهم جدا. الان بدي اسألكم سؤال، هل يجب أن يكون الشمس والقمر الصناعي في نفس المكان عشان يحصل على صورة، ولا ممكن يكونوا متعاكسين في المكان، أو ممكن يكونوا جنب بعض؟ مين أفضل طريقة؟ حسب المعادلة تبعته. يعني لو أنا عندي القمر الصناعي هنا والشمس هنا وهي الأرض، هل القمر الصناعي يستطيع أن يحصل على صورة؟ ممكن تكون الشمس بتحجب أشعة القمر الصناعي ما بتخليه ياخذ صورة. خدتوا قانون سنيل؟ لا. طيب خدتوا قوانين انعكاس على الأسطح؟ اه تمام تقريبا. القانون ايش بيقول؟ بيقول انه اذا سقطت أشعة على جسم ما، نفترض هنا سقطت أشعة بهذا الشكل، راح تصطدم بالجسم ثم تنعكس في الاتجاه الآخر عشان إحنا نقدر نشوفها، صح؟ وشكل الانعكاس هذا يعتمد على نوع الوسط، السطح، إذا كان سموث ولا روف ولا خشن، صح؟ ممكن يكون انعكاس بالزاوية هذه أو بالزاوية هذه أو بالزاوية هذه أو بالزاوية هذه أو بالزاوية هذه. الآن لو كان القمر الصناعي هنا والأشعة جاية من هنا، هل حيرجع له أشعة؟ لا لا، حيكون الاتجاه الثاني. بالضبط، حيكون الأشعة اللي واصلة للقمر الصناعي، وبنحكي هنا عن ليش، عن الباسيف مش عن الأكتيف. هنا الباسيف، الباسيف لازم يكون مقابل للشمس على جهة أخرى من الشمس. الشمس الأشعة تسقط على الأرض وتنعكس في عدسة القمر الصناعي. لأنه ممكن هو في المكان هذا ممكن يشوف، ولكن حيكون كمية الطاقة الواصلة قليلة، المعلومات قليلة، لأن أنا بالأخير بسجل طاقة. فلازم أنا أكون على الأقل بزاوية مقابلة له، بزاوية مقابلة للقمر الصناعي. طيب الزاوية هاي كمان تندرج من مين أحسن، القمر الصناعي؟ قياس الزاوية 2 3 4 5 والقمر الصناعي هنا، مين أحسن زاوية له يكون فيها؟ فأي زاوية من هذول؟ 45. في مين؟ بحدود 45 درجة يعني.
يعني تختاري أي سهم من هذول الأسهم؟ ثلاثة بالوسط. يعني بالضبط ثلاثة هو حيكون أفضل، يعني ممكن يصور من اثنين لأربعة، وثلاثة هي أحسن شيء، إنه يكون تقريبا بزاوية 45 درجة على السطح. طبعا هنا في حال إنه كان السطح مستوي سموث، ولكن سطح الأرض مش مستوي، تضاريس، جبال، أنهار، أشجار، وبالتالي تختلف الوضوح الصورة حسب موقع الستلايت ونوع المنطقة، منطقة جبلية، منطقة سهلية. طبعا أنا خلال 10 دقائق بقول لنا حينتهي التسجيل، حنعيده تاني، لا تذهبوا بعيدا. طيب اللي بدنا نعرفه الآن يا دكتور، سؤال، هل لو الشمس كانت في زاوية غير 45، هل القمر الصناعي أفضل يكون بنفس كاس الزاوية ولا برضه هو يفضل على 45؟ لو كانت أوكي، لو كانت الشمس هنا بزاوية هيك لوقت الغروب، برضه حتكون الأشعة المنعكسة ضعيفة جدا، لأنه قانون سنيل بيقول زاوية السقوط بتساوي زاوية إيش؟ الانعكاس. تمام، قانون سنيل بيقول إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس على سطح المستوي. فلو كانت الشمس منخفضة لوقت الشروق ووقت الغروب، وقت الشروق ووقت الغروب بتكون الشمس منخفضة عن الأرض، فهذا يعني إنه الزاوية هذه قليلة، وبالتالي حتكون الأشعة برضو رايحة هيك، مش حيشوفها القمر الصناعي. صحيح. تمام. وإذا كانت الأشعة رأسية برضو حيكون في تشتت في الأشعة الساقطة بين الساقط والراجح. كويس. وبالتالي هو أفضل شيء إنه يكون تقريبا في زاوية، في زاوية مخالفة لهم في الاتجاه. طيب نيجي على زوايا، انتوا خدتوا في حاجه تعرف بالزاويه، هذه الزاويه هي زاويه راسيه ولا افقيه؟ راسيه. هذه نفترض هذا A وهذا B، شو الزاويه هاي؟ قائمه 90 درجه. راسيه مش أفقية. طيب أرسي. وهذه الزاوية هاي أفقية. أفقية، أفقية مع مين؟ مع A ومع C ومع B. لكن مع B رأسي. رأسية مع B. تمام. الآن القمر الصناعي في زاوية تعرف بالزينث أنجل، طبعا هنا قد يكون الشمس أو قد يكون القمر الصناعي، في الحالتين بدنا نعرف اسم الزاوية المحصورة. الآن في زاوية محصورة، سلام، في زاوية محصورة بين الأرض، افترها سطح الأرض هذا الأير سيرفيس، وبين الهواء، وبين المركبة الرأسية لكل شيء، الجسم الساقط، هاي الزاوية بسميها الزاوية ثيتا واحد، وهذه الزاوية ثيتا اثنين. شو اسم هاي الزاوية؟ هاي بسموها ايش؟ زاوية السقوط قصدك يعني؟ هاي بسموها سواء إذا كانت للصن أو السولر ولا ستلايت، هاي بسموها بما إنها قريبة، ما بسموها إيش؟ لاحظ إيش بسموها؟ بسموها الإليفيشن أو الصن، أو الصن بسموها الصن إليفيشن أو السولار ريفيشن، إذا كنا بنتكلم عن الشمس. وإذا كنا بنتكلم عن القمر الصناعي بسموها الساتلايت إليفيشن، يعني هي عبارة عن إيش؟
ارتفاعه عن السطح، ارتفاعه عن السطح، السن إليفيشن. تمام. بس يخلص أذان بس. يبقى في عندي زاوية رأسية. شو بنسمي الزاوية الرأسية في الهندسة؟ زنف. سميها زنف. يبقى زنف، في عندي واحد زنف للسنسور بسموها السنسور زنف. يعني الزاوية المحصورة بين القمر الصناعي والمركبة الرأسية بسموها سولار زنف، أو بسموها السنسور زنف أو السولار زنف، وهي المركبة الزاوية المحصورة بين الشمس ومين؟ المركبة الرأسية. في عندي زاويتين والهواء المركبة. أيوة، هذا المركبة الرأسية افتراضية طبعا. المركبة الرأسية لأي جسم وعبارة عن الجسم الساقط على الأرض بزاوية 90 درجة، أو يشكل من الأرض زاوية 90 درجة. يبقى في عندي السولار زينث. يبقى الزينث هو عبارة عن زاوية رأسية، وهي الزاوية المحصورة إما بين القمر الصناعي والمركبة الرأسية، أو بين الشمس والمركبة الرأسية، وتسمى حسب اسم الجسم اللي بتكلم عنه. إذا بتكلم على السنسور بدي أقول سنسور زينث، إذا بتكلم على الشمس بدي أقول السولار زينث. قديش مقدارها؟ مقدارها 90 ناقص الزاوية هذه. يعني الزنف زائد الإليفيشن. السولار أو الساتلايت زنف زائد الساتلايت أو السولار إليفيشن لو حكينا عليه بتساوي 90 درجة. طب شو اسم هذه اللي هنا؟ شو اسمها يا أنوار؟ وين؟ هاي الزاوية. هاي الإليفيشن المفروض. إليفيشن إيش؟ بتطلع السنسور إليفيشن. السنسور أو الستلايت إليفيشن. وهاي يا أنغام، شو اسمها هاي؟ السولر إليفيشن. سولار إليفيشن. يبقى الآن عرفت في عندي في المركبة الرأسية زي ما احنا شفنا، في هنا إليفيشن وفي هنا زنف. كويس. يبقى الزنف هي الزاوية المحصورة بين الستلايت أو القمر الصناعي والمركبة الرأسية، والمكمل إلها للتسعين أو المتمم إلها هو الإليفيشن. السولار إليفيشن أو بسميه صن إليفيشن كل واحد، أو الساتلايت إليفيشن. يعني بنقول زي ما حكينا سولار إليفيشن زائد السولار زنف بدهم يساووا 90 درجة. إذا أعطاني واحد فيهم بجيب الثاني مكمله. طب شو اسم الزاوية الأفقية؟ نرجع الزاوية الأفقية، احنا تكلمنا عن زاوية رأسية. الزاوية الأفقية شايفين هاي الاتجاه بيشير لوين؟ بيشير للنورث، للشمال. كويس. وهذه عبارة عن 180 درجة، وهاي الزاوية هيك هي الزاوية بسموها سولار أزمث. سولار ركز أزمث. شو السولار أزمث؟ هي عبارة عن الزاوية الأفقية
بين، ها ركزوا معي، بين مسقط القمر الصناعي، مسقطه هي مسقطه هنا، والشمال. الزاوية بين مسقط الشمس على الأرض والشمال، هاي الزاوية. وهي 180 درجة، 180 درجة أقصاها يعني. مفهوم يا عطاء؟ عطاء